ننتقل متابعينا الكرام، خبر آخر أيضا يخص الشأن النصراوي. النصر يطالب بحكام أجانب للمواجهة القادمة أمام النادي الأهلي. طبعا هذه مباراة يعني لا تقل أهمية عن تحديد مراكز، ويحتاجها النصر والأهلي بكل تأكيد. نقاشنا مع الضيوف المتواجدين معنا مستمر في هذا الموضوع. طلب الحكام الأجانب أصبح يعني حاجة ضرورية خصوصا في تحديد بعض المراكز، الآن النصر محتاج هالموضوع. مباراة 6 نقاط ما يختلف عليها 2، لكن الجميل عفوا أن الحكم الأجنبي حتى لو أخطأ لن تفسر الأخطاء مثل ما تفسر لما يرتكبها حكم محلي. هذا أمر واقع يعني، وهذا أمر صحيح يعني. ما يعني حتى أنا أشوف أحيانا ألاحظ بعض محللي الحكام لما يخطئ حكم أجنبي ينبسطون عليه، فيفرضون عضلاتهم عليه في استخراج أخطاء. على كل حال، مباراة 6 نقاط تهم الفريقين بلا شك نحو التأهل للآسيوية. كيف 6 نقاط عبد العزيز؟ مباراة تعتبر 6 نقاط للأهلي ولا للنصر، لأن الخاسر فيها ممكن يطلع أو ممكن تقل أسهمه في التأهل للبطولة الآسيوية، وهذا هو الهدف الأساسي الآن للناديين أنهم يتأهلون. يعني تقريبا الفتح تقريبا ضمن التأهل، الهلال بنسبة كبيرة ضمن الموضوع، تقريبا شبه انتهى. أصبح الآن المقعدين تقريبا بين الشباب والنصر والأهلي، فلا بد أن تكون يعني حتى لو ما طلب نادي النصر، مفترض الاتحاد السعودي هو يبادر بنفسه وينهي الموضوع هذا حتى لا يكون هناك جدال بيزنطي حنا في غناء. طيب أستاذ وجدي، فعلا بحاجة إلى حكام أجانب في هذه المباراة؟ والله طبعا بحكم حساسية المباراة، يعني يمكن أنا بالعكس أضم صوت لصوت أخوي عبد العزيز، لأنه مع الأسف دائما يعني الحكام الأجانب زي ما يقولوا تمريراتهم موجودة وحاضرة جدا، وبينما الحكام السعوديين بالعكس يعني احنا دائما وراهم تقولها بألم يا استاذ وجدي، واضح انه ونشوف اخطائهم ونتصيد اخطائهم. واضح انه يجامل يعني. لا لا، واضح انه يقولها من حرقه يعني. عموما لا لا، هو هذا بالفعل هذا اللي حاصل يعني، مع الاسف هذا هو هذا اللي بيحصل يعني مع الاسف. عموما يعني يمكن يمكن الفرق النقاطي. تفضل تفضل صالح تفضل. لا انا بنتقل اذا عندك حديث. هو يمكن الفارق النقاطي ما بين نادي النصر والنادي الاهلي بحكم انه يعني النصر له مباراه مؤجله، يمكن هو هذا السباق النقاطي في بين الفريقين هو اللي حيكون المباراه حتكون حماسيه جدا وحتكون مثيره، وحيكون فيها بالفعل الفيصل للفريق اللي يفوز اقرب يكون الى كان يعني للحصول على المقعد الرابع. جميل. عموما هذا حديثنا عن النصر والطلب لحكام أجانب أمام الأهلي في المباراة القادمة. الزميل فيصل قحطاني في الدمام تواجد في أسوار نادي الاتفاق، لقاءات واستعدادات نادي الاتفاق نشاهد. مباراة مهمة بالنسبة لنا، خاصة وأن احنا يمكن خسرنا 3 نقاط في مباراة بختكور، لم نستحق النتيجة عطفا على مستوى الفريقين وعلى إضاعتنا لضربة الجزاء، ولكن الحمد لله على كل حال المباراة هذه مباراة مهمة بالنسبة للاتفاق، يعني خاصة وأن يعني إذا أراد المنافسة يجب أن يحقق النتيجة قبل المستوى. احنا يعني لاعبين يعني يراودهم الأمل في التأهل إلى المرحلة الثانية، وبإذن الله يعني استعدادات تليق، ومستوى البطولة اللي تعتبر أهم بطولة في على مستوى آسيا بالنسبة للأندية، ويعني يمكن اللاعبين يمكن لو تشوفهم كلهم إصرار وكلهم عزم على تحقيق النتيجة اللي تتكفل لهم تحقيق هذه النتيجة والـ3 نقاط والدخول في المنافسة مع الفرق الأخرى. ابدا الموسم هذا يعني ظروف الارتباطات كثيره برا البلد وهي السبب الرئيسي للغياب، هذا فيما يخص الغياب. السنه الماضيه كانت ظروفي نوعا ما افضل، وكنت قادر اني ادعم الفريق مع الاخوان بالحضور، والحمد لله يعني كان انعكاسها ونتائجها جيده. السنه هذه لا يعني غيابي انه النتائج هي اللي عكست، لكن انا ظروفي كانت شويه صعبة، في معظم الوقت كنت خارج البلد، هذا فيما يخص الحضور. أما فيما يخص الدعم ف
اعتقد انه البرنامج لا يزال، بس إن المشكله انه الفريق ما حقق الانتصارات المتتاليه، وانما الدعم ما انقطع ابدا موجود. والله يعني ما اعرف، يعني كل واحد من اعضاء الشرف بظروفه، لكن اذا تتكلم عني، اذا قدر انه في بعض المباريات في لها يعني ظروف تسمح بالامكان. انا شخصيا في اكثر من رحله في كاس الاتحاد السنه الماضيه رتبت على اني اطلع، بس مع الاسف ما تيسرت الظروف. حضرت مباراه مره في 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 بعض دول الخليج، لكن بالعموم هي عاده اصعب على اعضاء الشرف للحضور مباريات زي كذا، لانه للنظره لارتباطاتهم المسبقه في تقصير نوعا ما. انا اتكلم عن نفسي، في تقصير، كل ما حضرنا كل ما كان حافز افضل للفريق، للعيبه، للجهاز الفني والاداري. حضورنا هو اقل دور لنا، احنا مثل ما نطالب الجمهور بالحضور، احنا كاعضاء شرف المفروض ان نؤدي الدور هذا. بعض اعضاء الشرف يكون ارتباطاتهم كثيره، انت تعرف معظم اعضاء الشرف هم عباره عن رجال اعمال وارتباطاتهم كثيره، وهي ما هي عذر، لكن هذه